وكالات ومجمع السلطان قنصوة الغوري. تقع في الغورية بمنطقة الدرب الأحمر، مبنية على الطراز الإسلامي وتعود للعهد المملوكي الجركسي. تتكون من جهتين متقابلتين، بينهما ممر، بجهة يوجد المسجد والمدرسة، بينما يقابلها في الجهة الأخرى القبة الضريحية. تحتوي على سبيل يعلوه كتاب، خنقاه للصوفيين، ومنزل ومقعد. السلطان الغوري أحد مماليك السلطان قايد باي، وصل للمنصب بعد وقت كبير، فمسك الحكم وهو عنده 60 سنة. بعد مقتل السلطان أشرف قايد باي، اتجمع الأمراء المماليك أنه يدوا الحكم. بحكم سنه افتكروا أنه مش هيعمل حاجات كتير، بس خلال 15 سنة ساب بصمته في الأماكن السياسية والمعمارية، ومن ضمن بصمته هو المكان ده. هنشوف النهاردة إيه اللي حصل فيه في يوم من الأيام، يوم مليء بالصدف. ودي كان اسمها شوكشيكا. يا ترى تتكلمي عربي بقى؟ انت منين اصلا؟ مغرب. عربي وفرنش؟ اوكي. ده كان المكان اللي هو جهزه ان هو يدفن فيه. هو ده المحراب، وكان في قاعة تانية جنبها اللي هو لما الناس بتصلي على ناس تانية بيبقوا برضه هو السنتر بتاعها. تيام. ايه ده؟ ها؟ اكمل؟ سيليا. ينفع اكمل؟ ليه؟ هنا في حاجات بالازاز الملون. ده حاجة أهم كابتنز، حاجة مهمة، يعني حاجة مخصوص فيها مجهود كتير أوي، إن حاجة تطلع بالجمال ده، النور يضرب فيها، تدخل الأنوار حلوة. أوكي. ما تجيش مركزة معايا. ماشي تاني، ده المحرف. طب إديني فرصة أشرح. كونسي. هو ما اتدفنش هنا، هو كان عايز يدفن هنا بس هو مات في حرب بره وما رجعش تاني. معلش يا عم، سيب لنا إحنا الجزء ده. اللي حصل ان بعد ما اتقتل السلطان الغوري على ايد السلطان سليم الاول في معركة مرج دابق سنة 922 هجريا، لم يعثر له على جثمان حتى الان، فلم يدفن في القبة الضريحية اللي هو كان عاملها لنفسه. كده انتهت دولة المماليك وبدأت الدولة العثمانية. ومش دي بس الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت عن القبة الضريحية، كمان الحوزة بتاعت القبة في اثناء حكم السلطان الغوري حصل فيها تصدعات وتشرخات، وفي الحوزة الحجرية نفسها فامر السلطان الغوري بإعادة بنائها. وبرضه في أثناء حكم السلطان الغوري حصل تاني تصدعات وتشرخات فأمر بإعادة بنائها مرة أخرى. وللأسف بعد انتهاء دولة المماليك برضه تاني القبة حصل لها مجموعة من التصدعات، وقامت لجنة حفظ الآثار بإزالة الخوذة الحجرية وصدرتها بواحدة خشبية. وبرغم أن المكان عظيم وكبير ومحطوط فيه مجهود كبير جدا ويستاهل أنه يتقدر أحسن من كده، إلا أن السائحة ما كانتش مهتمة بأي حاجة غير أنها تصور المكان وتمشي زي ما شفته، حتى بعد ما عمر حاول يلفت انتباهها بكل الطرق. عشان كده عمر اتضايق جدا. قال انتي مهتمة بأي حاجة وانا بقولها؟ في كلام مهم والله، في حاجات كانت نبوية بتتحط هنا، وفي عشان كده الحمام حاسس بسلام، في ضوء، في قبة معمولة عشان الهواء، فده كلام مفيد والله، لو مش مهتمة بيه. لا لا، كنت مهتمة بأي حاجة من دلوقتي دي؟ بس تيام؟ الله العظيم يا رب. تمام مكانه ولا ايه؟ اه. غريبة، مش معي. عشان مش عجبني خطي، الله يرحمه كان بيجيبني ناس كتير من زمان. فكرتي كله؟ مش فاكرة قوي، هو كان بيجيبني بيوديني فين، بس يعني ما كان. طب في مكان؟ عندك وقت يعني. أنا متأكد إنك كنتي في يعني. ما تخافيش يعني. بروجكت مالوش معانا بجد، والدكتور منزلنا من بدري على الفاضي. جايبنا من بدري، كذبنا نايمين دلوقتي ولا حاجه؟ حاسس بالفريش؟ شكلك ايه ده؟ والله انت بتسمع المكان؟ اه. انا فيروز، انا عارفه واعرف كتير قوي عن الفريق. انتوا مهتمين بالمكان؟ مهتمين، احنا جايين نخلص مشروع ونمشي. طب ممكن تيجوا معايا بعد كده لو شفت انت بس اللي انت خلاص البروجكت ومشينا؟ هو انتوا اصلا عارفين المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده اسمه ايه؟ ولا ده ايه؟ هو كاتل الغوري يعني.
كانت الغوري ايه ده مقعد السلطان الغوري، كانوا بيختموا بيهم هنا لما يكون في حرب او اي حاجه عايز يقولها. ايش يا ستي، فاطمه وكريم ممكن يكونوا مش مهتمين باللي هما بيعملوه ده عشان فاكرين ان هو ملوش تاثير على الكليه بتاعتهم، بس في الحقيقه المقعد اللي هما كانوا قاعدين فيه ده بيظهر مهارة صناع الخشب في العصر المملوكي ويقدم لمحة عن الحياة في تلك الحقبة. في زخارف دقيقة بتزين كل قطعة من المقعد ونقوش بالغة الدقة بين الصدف والعاج تصور مناظر طبيعية وحيوانات وكتبات كوفية بخط جميل. وبتظهر كمان الزخارف دي مهارة استثنائية لصناع الخشب في تلك الحقبة وقدرتهم على إبداع تحف فنية تبهر الناظرين. فيها كمان حرف تقليدية راقية يجسد المقعد مهارة الحرفيين في العصر المملوكي وإبداعهم في مجال صناعة الخشب والزخرف، ويظهر الدقة في مدى تطور الحرف التقليدية في تلك الفترة. هنا بقى هو كان عايز البنت هنا بس هو ما عرفش ايه ناحية كان مش هنا. لا مش عايزين نتكلم، مش مهتمين بالمكان خالص. بالعكس ده انا معاك، هتبقى مهمه جدا معاك تشوف المكان. طب ايه ده، طب ما تيجي نخش هنا نشرح لهم بعض. يلا بينا. هو انتوا اول مره تيجوا هنا؟ اه بصراحة المكان حلو قوي، احسن من متوقعت. انا بحس كل اللي بيجي هنا برضه بيكون في الاول زهقان مش عن حاجة، بس ما بيعرف القصة اللي بتكون هي. احنا فيها دي اسمها ايه؟ انت قلت لي ليه؟ اسمها القنقاتو. ده مكان كان بيصلوا فيه على ناس اسمهم العتقاء، وهو في نفس الوقت هو مكان كان بيتعبد فيه الصوفيين. تعرف الصوفيين؟ اه تعرفش الصوفيين؟ اعرف الصوفيين طبعا. في تاريخ ورا الموضوع ممكن نكمله بقى. اه طب قول لهم، انت نسيت تقول لهم على الشفشيخ. دي حاجه، لا دي قبه طالعه عن السقف مرفوعه ومفتوح فيها لوغلسيف، فبتلاقي شبابيك في كل ناحيه. شبابيك بتتفتح بالليل بتدخل هواء مهما كان الهواء جاي من اي ناحيه، بيدخل يهوي مكان طبيعي من غير ما تحتاج تكييف او حاجه. وده عشان هم كانوا بيفكروا زمان في كل حاجه هندسيا، مش عشان ما كانش عندهم الحاجات اللي هي اللي احنا بنستخدمها دلوقتي التكييف وكده، فهم كانوا بيفكروا في الحاجات دي ازاي يعملوها طبيعي. عمر ما نور كان من اهتماماتها التاريخ او الاماكن الاثريه اللي زي دي. رغم ان ليلى ونور عندهم نفس الجد، نور كانت دايما ما بتحبش تروح معاهم الاماكن دي، وكانت شايفه انها اصلا حاجه ممله. ولكن في اليوم ده نور كانت واقفه مستنيه اوبر وتاخر عليها قوي، فقررت ان هي تخش تقعد في اي حته لحد ما الوقت يعدي. ولكن اول ما دخلت ما حسيتش ان هي عاوزه تمشي اصلا، ولما الاوبر اتصل ما ردتش عليه. اوبر ايه دلوقتي؟ انا عايز اشوف بقيه المكان. ايه ده ليلى؟ ايه ده نور؟ تعالي. انا كنت مستنيه اوبر بعد الدرس، وبعدين قلت اشوف المكان ده فيه ايه. طب تعالي تعالي، احنا كده كده اصلا طالعين وهنشوف بقى الحاجات. ودي بقى قصة الملك السركسي اللي تحول لسلطان مصر بفضل ذكائه. بس انا حرام ما كنتش عايزه تدخلي المكان ده، بس لما دخلت عرفت اكتر ان في وقته لحظه قبل ما كان حلو ومستني بجد تحفه. كان مش هدخل من الاول اصلا. وبس ده كان تاريخ المكان. هوب يو انجوي.